بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شرح النهارده هيكون ازاي تعمل مانج او تتابع الاجهزه بتاعه المايننج بتاعتك من اي مكان، وبالاخص من الموبايل. تمام. عشان نقدر نعمل كده هنستخدم برنامج شبيه بالتيم فيور، بس برنامج احسن شويه واخف كتير. تمام. برنامج اسمه اني ديسك. تمام. اني ديسك، هتكتب اني ديسك على جوجل بالعربي او بالانجلش. تمام. البرنامج اهو، هنعمل له داونلود عادي خالص. البرنامج مش محتاج منك اي حاجه ولا لايسنس ولا اي حاجه. البرنامج شغال حتى الان فري، وبيشتغل على تقريبا معظم بلاتفورم، في كمان لماكنتوش وفي للينكس، يعني تقدر تمانج الاجهزه بتاعت اللينكس بتاعتك. انا طبعا منزل برنامج قبل كده، مجرد ما هتنزله البرنامج نزله تاني مفيش مشكلة. بعدين تروح تعمل له ران عادي خالص. مجرد ما بنفتح البرنامج، هو هنا نزل لي ابديت. مجرد ما بتفتح البرنامج بيشتغل معاك على طول البرنامج، مش محتاج اي حاجة. كل اللي انت هتحتاجه ان انت هتنزل البرنامج بتاعك على جهازك الرئيسي او على الجهاز الشخصي بتاعك، وبعدين تنزله على المايننج، على اجهزه المايننج بتاعتك بنفس الطريقه بالظبط. تمام. وهتقول له جيت ستارت. هنا هيكون مديك عنوانك او اللي هو الايميل او الادرس بتاعك، الاني ديسك ادرس. تمام. عشان يبقى الموضوع اسهل شويه احنا هنعمل سيتنج، هنختار من سيتنج وبعدين نقول له شو اني ديسك اي دي، عشان الموضوع يبقى اسهل كتير مش شويه. طبعا تقدر تصور الاي دي او تكتبه او تسجله رقم تليفون، وكده كده هو هيتسجل معاك زي ما انت شايف تحت هنا، سواء هنا او على الموبايل. تاني حاجة هنختارها وهي او هنحتاج نعملها ضروري، وهي حاجة عشان تسهل عليك الدخول، لان انت لما بتيجي تعمل ريكويست من على اي جهاز بيقول لك بيطلب من الجهاز اللي انت بتعمل عليه ريكويست انه يديك الاو او يديك اكسبشن ان انت تخش تمانجر. تمام. فعشان تقدر تمانج اجهزة المايننج بتاعتك من برضو من سيتنج. تمام. وبعدين هنختار سكيورتي، وبعدين نقول له unless اللي هو لو في عندك unlock security setting دي عشان الادمنستريشن. تمام. وبعدين هنا هنقول له enable، وبعدين نسيت باسورد. انا طبعا حاطط الباسورد بتاعي، هو هيطلب منك باسورد كومبليكستي شويه، عايزك تحط باسورد فيه ارقام وحروف وكاركترز، يعني اندرسكور او دوت، هو هيطلبها جامد. فانت حاول تحط باسورد عشان طبعا ما حدش يعني يقدر يخترق الجهاز بتاعك او يخش عليه. تمام. مجرد ما تحط الجهاز، ما تحط الباسورد وتخلص دنيتك، تقدر من على اي جهاز تاني هتاخد الرقم بتاعك. تمام. وبعدين تحطه هنا، بعدين هتخش على الجهاز عادي خالص بسهوله. وممكن دلوقتي اوريكم ازاي انا هخش من جهاز المايننج على جهازي. يوتاب سيتنج، انا هلغي الباسورد عشان اوريكم ان هو هيطلب مني باسورد. تمام. انا كده لغيت الباسورد. طبعا انا هوريكم ازاي بمانج اكتر من جهاز على نفس الاني ديسك عشان تبقى الموضوع اسهل بكتير. تمام. ده اللابتوب بتاعي، انا هجيب الاي دي. الاي دي بتاعه كوبي ادرس، بعدين نخش هنا نقول له ريموت الديسك دوت، واقول له كونكت. هو هنا بيقول لي كونكشن بريبيرنج. طبعا دي ظهرت لي على جهاز اللابتوب بتاعي، نزلت الانسكات اهو، بيقول لي البيك شيشه او الجهاز المايننج بتاعي عايز يعمل كونكشن عندي، وعايز يديله الاو للصوت والكنترول والكوبي والكيبورد والماوس. انا مجرد ما اقول له اكسبت الجهاز خلاص، هو كده الجهاز دخل. انا لو رفعت الشاشه دي هتشوفوا منظر غريب شويه، ده المنظر الغريب طبعا لازم تشوفوه، لان هو كده في جهازين داخلين جوه بعض في لوب يعني. تمام. هرجع تاني احط الباسورد بتاعي واوريكم ازاي هيسالني على الباسورد. من سيتنج سكيورتي انلوك عشان اقدر اتحكم فيها، بعدين اقول له باسورد.
طبعا زي ما قلت لكم هو محتاج باسورد قوية. لو رحت على الجهاز هناك الكونكشن اتقفلت عشان انا عملت لها كلوز واقول له ريتراي، بيطلب مني ان انا اعمل له اكسبت او بيطلب مني هناك الباسورد. لو انا كتبت الباسورد هناك اقول له اوكي. زي ما انتم شايفين حلو. ازاي اتحكم في اكتر من جهاز؟ انا هسطب، انا عندي جهازين، عندي تو مايننج بي سي. دي اسهل طريقه للتحكم فيهم، بحط واحد جوه واحد. فانا فاتح الجهاز التاني، او هو عموما البرنامج بيعتمد بنسبه 90% على النتورك، ونسبه 100% على ونسبه 10% على الانترنت لما يكون الاجهزه كلها في نتورك واحده. هو كل اللي هو عايزه ان هو يبقى كونكتد بالانترنت عشان يديك الفيتشرز، وبعدين هو بيخش على الاجهزه من الاي بي. يعني انت لو معاك الاي بي بتاع الجهاز بتاعك تقدر تكتب الاي بي زي كده. انا هقفل ده او هفتح نيو كونكشن مثلا واكتب له الاي بي 3.8 مثلا، هيدخلني على الجهاز على طول. هو بيقول مستني الكونكشن. فده اعتماده على الاي بي ادرس. طبعا بيبقى سريع جدا وانت جوه البيت او انت في نفس النتورك والدنيا بتبقى كويسه معاك. هو مش راضي يخش لان جهاز 8 ده هو اللي مفتوح، يعني جهاز 8 مفتوح فهو مش قادر يخش عليه تاني، يعني مش قادر يعيد الكونكشن مرتين. تمام. وفي حاله ما فيش انترنت هو او في حاله ما فيش نتورك لوكال نتورك او انت مش موجود مع على الانترنت بتاعتك، هو بيعتمد 100% على الانترنت. تمام. انا هوقف التسجيل هنا وهوريكم ازاي هسجل على الموبايل بتاعي، ونوريكم البرنامج فين، على الابلس او على جوجل ستور، سوري، او على بلاي ستور، واوريكم ازاي نخش عليه. وهي نفس الاعدادات، هو كل الموضوع، كل اللي انت محتاجه ان انت تبقى عارف الارقام بتاعتك زي الرقم ده مثلا. خليكم معايا. تمام يا شباب، هنشوف مع بعض بقى ازاي ننزل الاني ديسك من على بلاي ستور. تمام. الموضوع بسيط جدا، طبعا هتكتب اني ديسك على بلاي ستور عادي خالص، هيجي لك الابلكيشن. انا طبعا مسطبه برضو قبل كده، انا بستخدمه بقالي اكتر من سنه ونص على الكمبيوتر في شغلي، انا شغال اي تي، وطبعا هو تقريبا نص الشغل بشتغله من على الاني ديسك، مثالي جدا. وطبعا نزلته اول ما نزل على الموبايل. بسيط جدا، هتنزل الابلكيشن، هتعمل له انستول، مش بياخد برضو مساحه خالص. تمام. زي ما قلت لكم هتكتب الرقم اللي انت هتكونكت عليه هنا، وبعدين تدوس كونكت عادي خالص. اول مره هيطلب منك باسورد زي كده بالظبط. كونكشن ان بروجريس بليز ويت، ساعات بيقول لك كونكشن فيلد، تدوس تاني كونكت هيكونكت معاك على طول. تمام. هو هنا بيقول لك فاليد باسورد. كان في حاجه اللي هي بتاعت التوكن اللي انا شاورت لكم عليها دي، لما تعمل لها الاو يظهر لك هنا ان انت تسيف الباسورد عشان ما تكتبوش كل مره. انا بحرك اللابتوب بتاعي وكمان ايه، اقدر عندنا هنا الكنترول بانل، من هنا اقدر استخدم الكيبورد بتاعت الموبايل او الكيبورد اللي شبه الكيبورد الفيزيكال، استخدم الاني ديسك تاتش او استخدم الاني ديسك ماوس، يعني احرك الكرسر بايديا. من هنا انا عندي اتنين، يعني عندي شاشتين عرض على اللابتوب، فاقدر اعرض الاولى او اعرض التانية على حسب اختياري. وهنا الاكشنز، اعمل داونلود لحاجة، اعمل ابلود لحاجة، اخد شوت سكرين او احرك الشاشة يمين وشمال. تمام كده، مفيش حاجة تانية ناقصة تقريبا. كل اللي انا هعمله ان انا هقلب الماوس كيرسر لانه اسهل. وتاني حاجة هبقى محتاج اعملها ان انا هخلي الموبايل اوتوريت عشان اقدر اشوف الصورة بحجم اكبر واقدر اتحكم فيها احسن. تمام. زي ما قلت لكم هنا انا متحكم في اللابتوب بتاعي
ومن اللابتوب بتاعي اقدر اتحكم في الجهاز الاولاني او الجهاز التاني بتاعي، ومنه اقدر اتحكم في الجهاز الاولاني. دبل كليك هنا على الجهاز، طبعا زي ما انتم شايفين ان اي حاجه انت بتحطها عندك بتتسجل. يعني انا عندي حوالي 20 جهاز متسجلين على الاني ديسك. البرنامج سهل جدا وخفيف بطريقه كويسه جدا. طبعا انا ممكن اوريكم كمان هو شغال على الداتا عادي خالص، يعني هو بيقدر يشتغل على الداتا ما فيهوش اي مشكله. هو بيبقى يعني سنه بطيء، بس تقدر تتحكم وتقدر تعمل اللي انت عايزه من اي مكان، وانت راكب العربيه وانت في المواصلات وانت قاعد على القهوه في اي حته. وان شاء الله بالتوفيق، واستنوني في فيديوهات تانية هشرح فيها حاجات كتير ان شاء الله.